أنا لما قلت يا رب يا رب هديت وهدي بالي، أنا اتكلت عليك في كل أحوالي. بسم الله الرحمن الرحيم. برحب بحضراتكم والدنيا بخير. كل كلمة مهما كانت بسيطة هيكون ليها أثر على كل إنسان. أصل ربنا هيحاسبنا على كل حرف وكلمة نطق بيها اللسان، والصدق والصراحة مهما كانت صعبة هي أقصر طرق الأمان. مفيش مبرر إننا نهرب من موقف بالكذب واللف والدوران. أصل الكذبة حتى لو شايفها بسيطة هي كذبة، مفيهاش ألوان. واوعى تفتكر ان النيه الطيبه مبرر لاي كذبه، حتى لو شايف انك بكذبتك ما ضرتش اي انسان. دايما في تعاملاتنا ممكن نجامل حد او نعتذر عن موقف معين او نتلاشى خلاف مع حد ونخترع كذبه بسيطه ونبقى شايفين ان دي حاجه كده بسيطه وتعدي، وزي ما بيقولوا كده كذبه بيضه. يا ترى خطورة ده ايه، وازاي لما نستصغر الذنب ممكن يكون اثره كبير جدا علينا؟ تفاصيل مهمة هنقولها النهاردة ان شاء الله مع فضيلة الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالازهر الشريف، وان شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم واسئلتكم. فضيلة الشيخ سلام عليكم، اهلا بحضرتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اهلا بسعادتك واهلا بجميع العاملين في هذه القناة الجميلة وبجميع المشاهدين والمشاهدات. من واحنا صغيرين دايما نسمع ايه، دي كذبة بسيطة، دي كذبة بيضة. كلمة كذبة بيضة دي جت منين؟ وفي حاجة اسمها أساسا كذبة بيضة ولا لا؟ بسم الله، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. ما عندناش في الدين حاجة اسمها كذبة بيضة وكذبة سودة وكذبة كروهات، ولا كذبة بسيطة ولا كذبة كبيرة. لا يا فندم، أقول لحضرتك مشهد ممكن يخض الناس لكنه يؤسس لأمر غاية في الأهمية. السيدة أسماء بنت يزيد بن السكن قالت: يا رسول الله، أقول للشيء الذي أشتهيه لا أشتهيه، أي تكتب كذبا؟ يعني أنا قاعدة، بتقول له أنا قاعدة وفي أكل، اتفضلي، أنا أشتهي الطعام، بس أقول لا أنا شبعان، فأقول بالظبط لا ماليش نفس، أو مش جعانة، أو أنا شبعانة، أتكتب كذبا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الكذب يكتب كذبا حتى الكذيبة تكتب كذيبة. اللي هي إيه بقى؟ يعني أقل شيء فيه إخبار بغير الواقع يكتب. لما الست قاعدة عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبتنادي على ابنها: تعالى أعطك، تعالى هدي لك حاجة حلوة، وهو ما فيش أساس. فلما جاء الابن، شوف في حاجة بسيطة جدا لكن راقب النبي الموقف، فلما جه ابنها حضنته، فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم انتظر يشوف هتدي له حاجة ولا لأ. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم استعجلها وقال لها: ما أردت أن تعطيه؟ فأخرجت من ثوبها تمرة وقالت: تمرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تعطه كتبت عليك كذبة. لما الإمام البخاري رايح بلغه أن رجلا عنده حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سافر إليه وقطع له أشواطا كثيرة، فلما وصل الأشار إليه وهذا الرجل، فلقى الرجل ده الناقة هربانة منه والراجل مش عارف يمسكها، فجمع حجره يوهم الناقة إن في حجره أكل وطعام للناقة، فهدأت الناقة واقتربت فأمسك بها. فالإمام البخاري قال له: هل كان في حجرك طعام؟ قال: لا. قال: طيب، سلام عليكم، انت رايح فين؟ من انت؟ قال له: انا فلان، لماذا جئت؟ قال: بلغني ان عندك حديثا لرسول الله. قال: اجلس احدثك عنه. قال: لا، كذبت على الحيوان، لا امن ان تكذب على الناس. صح،
للأسف الشديد إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا إنه المؤمن لما يكذب يبقى عنده إشكالية مش أخلاقية، لا ده عقدية وإيمانية، يبقى عنده إشكالية عقدية. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أيكون المؤمن جبانا؟ قال نعم قد يكون. أيكون المؤمن بخيلا؟ آه قد يكون. أيكون المؤمن كذابا؟ قال لا يكذب أبدا المؤمن، مش ممكن. ده احنا لو فتشنا في يومنا بس هتلاقي حاجات من دي كتير، دي كارثة. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يطبع المؤمن على الخلال كلها، يعني ممكن المؤمن يبقى فيه العبر إلا اتنين، الخيانة والكذب. عمر المؤمن ما يبقى خاين، وعمر المؤمن ما يبقى كذاب. مشكلة انه كمان في التربية احنا ممكن نكون بنعمل ده واحنا مش واخدين بالنا، يعني يرد على التليفون قول بابا بيصلي، رد على التليفون قول ماما اصلها نايمة، ماما مش موجودة، اصل مش عارفة احنا ايه، لما نرجع البيت اوعى تقول لبابا ان احنا روحنا عدينا على خالته ولا عدينا على. هو ده تدريب عالي على الكذب للاطفال، فكلما كذب الاطفال كلما اخذ من درب الذنب. وما تروحوش بقى تعاقبوهم. طيب ناخد التليفون. ام محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذه ايماء؟ الحمد لله بخير، اهلا بيكي. ربنا يديك الصحه والعافيه من حق جهتك يا رب. ربنا يخليك اولادك ويكفيك شر المرض. امين. تعالي مستوره في حياتك يا رب. امين يا رب. شيخ رمضان ربنا يديله الصحه، ربنا يرضيك. امين يا رب. ربنا يديك الصحه الشيخ عويضه ويكفيك شر المرض ويخليك اولادك. امين يا رب. انا والشيخ عويضه ومشايخنا كلهم، كلكم يا رب حبايبي وكلكم يا ابناء. يا ريت تحل لي مشكلتي يا استاذ رمضان ان شاء الله. ربنا ان شاء الله. أنا معايا ابني مصلي وبتاع ربنا ومحاسب قد الدنيا وعامل شقته زي الفل ومحترم جدا، كبير وصغير بيحبه يا شيخ رمضان وحنين معايا وكويس ما فيهوش أي غلطة نهائي، ومرتبط بواحدة معاها ثلاث أولاد، مش عارفة أعمل إيه. مرتبط بواحدة معاها إيه؟ معاها ثلاث أولاد. ثلاث أولاد مش عارفه اعمل ايه، مؤدب جدا والله، ثلاثه ما بيشوفوا الصلاه ولا بيشوف فرض ربنا. مرتبط بيها اللي هو ايه، عايز يتجوزها يعني؟ كانت ساكنه قدامنا وجت عزلت. بعد ما عزلت بيقولوا بتعملوا اعمال، الله اعلم ما اعرفش، ربنا وحده هو اللي يعلم. الاستاذ ليماء مش عارفه يبعد عنها شويه ايام وخلاص ومش عاوزها واللي وقت. طب يا حماده طب نتجوز، طب نتجوز، لا لا لا. فبص لقيت فجاه بيقعدوا بيكلموا بعض تاني في التليفونات وشغلته تاني وبتاخد فلوسه. يعني هو حضر انا بس عايزه افهم، هو علاقته بيها ايه؟ عايز يتجوزها؟ اه. وحضرتك مش موافقه؟ لا مش موافقه خالص استاذه ريما. مش موافقه عشان هي هو. عشان هي كانت متجوزه ومعاها اولاد ولا عشان حاجات تانية؟ معاها ثلاث اولاد. وبعدين عايزه اقول لحضرتك احنا بيئتنا غير بيئتهم نهائي. دي كان جوزها محبوس وكان عمها محبوس وكان خالها محبوس، يعني بيئتهم غير بيئتنا خالص يا استاذه ليماء، خالص نهائي. فدلوقتي هو رجع يكلمها تاني وبيتكلموا تاني. فبقول له ايه يا محمد، ايه اللي انت عاوزه؟ قال لي مش هعمل حاجه الا برضاك يا امي. انا مش راضيه يا استاذه ليماء، مش راضيه. اولا يعني انا المعيشه اللي هو معايا بنتي متجوزه بس مش اللي هو وحداني، انا ازاي اقبل بكده؟ ازاي؟ مش عارفه اعمل ايه. وعنده 42 سنه. طيب عايز تسألها ايه سؤال فضيلة الشيخ؟ طيب تابعينا حضرتك. في ناس بترفض تماما فكرة ان ابنها يجوز واحدة كانت متزوجة ومع اولاد، بس انا حبيت افهم منها الاشكالية بالظبط فين. هل هي فكرة بس ان الست كانت متجوزة قبل كده ومعها اولاد، ولا الفكرة عدم تكافؤ بين الاسرتين؟ هو مش حضرتك، هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام بيسأل سيدنا جابر بن عبد الله وكان شابا صغيرا، أتزوجت يا جابر؟ قال نعم يا رسول الله. قال أبكرا أم ثيبا؟ قال بل ثيب، يعني كبيرة. قال يا جابر هل لا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ يعني ليتها كانت بكر وصغيرة ومن سنك. تمام. قال يا رسول الله تزوجتها ثيب لتكون أما لإخوتي، لأن والده كان ترك له 9 بنات.
فواضح كده انه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيأمر بالكفاءة في الظروف وفي الأحوال. يعني أنت لم يسبق لك الزواج فابحث عن من لم يسبق لها الزواج، وهذه السيدة الفاضلة اللي على رأسنا كلنا يتزوجها من يتناسب معها، فهذا التناسب مهم جدا. طبعا أنت لسه في أول حياتك، هتتحمل مسؤولية ثلاث أولاد ليسوا أولادك، في مسؤولية. فالأولى لا، وهي تتزوج بمن يتناسب معها، ظروفها شبه ظروفه طبعا. فالدين بيأمر بالكفاءة والتناسب. لما جت واحدة بتقول لي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن معاوية وأبا الجهمي خطباني، الاثنين جم في وقت واحد، معاوية بيخطبني وواحد اسمه أبو الجهم بيخطبني. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أما معاوية ففقير لا مال له، وانت ظروفك المادية كويسة. طيب وأما أبو الجهمي فلا يضع العصا عن عاتقه، يعني العصا دايما على كتفه. لها معنيين، انه كثير الاسفار فيسيبك كتير، او انه يضرب النساء، يبقى اذا الموضوع فيه كفاءة فما تجوزتش له ولا ده. فيفضل لهذا الرجل انه يبحث عن من يتناسب معه. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بالاختيار، وفيه مواصفات لا نعيب السيدة التي تزوجت طلقت ولا نعيب في حد، بس هي خالص. الفكرة فكرة ان مين مناسب لمين بالضبط، هي تكافؤ في الاسر وفي الاخلاقيات وفي التربية وفي كل شيء. حاجة مهمة انه الزواج يا جماعة مش رجل وامرأة، ده اسرة واسرة طبعا، ده بيت وبيت، ده عيلة وعيلة. لا تستهين لانه اخوها هيبقى خال اولادك بالظبط، وابوها هيبقى جد اولادك. ما تقولش بقى لا انا بتجوزها هي مش بتجوز اهلها، لا انت بتتجوزها ومعها اهلها، وهي بتتجوزك ومعك اهل او معها ومعك اهل. فلا بد من التناسب، ولا بد من الكفاءه، ولا بد من الموده، ولا بد من التراحم، ولا بد من التواصل. ولانه عيله هتقابل عيله، فلا بد للعيلتين نفسهم يكونوا صحيح راضيين. يا ريت تسمعي كلام فضيله الشيخ، ومتشرفين بهذا النسب. العيلة دي متشرفة والعيلة دي متشرفة، أنت ستجد من يناسبك وهي ستجد من يناسبها. صحيح. الكذب أنواع؟ الكذب أنواع من ناحية كبير وصغير. صحيح. الكذب أنواع من ناحية حلال وحرام. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه ممكن وقت من الأوقات الكذب حلال. دي الحالات اللي مباح فيها الكذب، اللي هي ايه يا فندم؟ بين الزوجين. يعني بين الزوجين يعني لو الزوج يكتب على زوجته يعني يقول لها بحبك هو ما بيحبهاش لا عشان يعدي موقف، عشان بيبقى فيها احيانا خراب للبيوت. بس اكيد ليه حدود، يعني حتى الكذب بين المباح بين الزوج والزوجه اكيد ليه حدود، مش مفتوح يعني. طبعا هو اولا الناس ما تفهمش انه ابقى رايح جاي اكذب على زوجتي، هذا لا يجوز اصلا، ما ينفعش خالص. انما بيبقى في المساله نوع من اللي هو يجبر خاطرها. مثلا لما يقول لها انا شايفك انتي اجمل ست في الدنيا بالظبط، لحالها كذاب يعني تمام هي تقول له انت كذاب قوي ومبسوطين جدا، لكن مش على كل حاجه. لا هو بيقول لها انا بحبك وفعلا صادق، فما يجيلهاش هس ان انت بتجاملني انت ما بتحبنيش. اصل انت الكذب يجوز، لا ده نوع من من السخافه تمام. يعني ليس الكذب على الزوجه سداح مداح ورايح جاي وفي كل حاجه، لا طبعا اطلاقا، ده في حدود معينه يا جماعه. ده بالظبط زي شيء حرام وندور على ضرورة ملحة جدا لتجعله حلال، والضرورة تقدر بقدرها. مش رايح جايبة الشيخ قال يجوز الكذب على الزوجة تمام، رايح مع أصحابه وراجع يكذب، راح مش عارف عمل إيه ويكذب. طب لو في المواقف الحياتية، نعم المواقف الحياتية اللي ممكن يتحط فيها الزوجين مع بعض، شيء اكتشفته فهو أقسم إنه ما حصلش وهو حصل عشان الحياة ما تتخربش. زي ايه بالظبط؟ زي اي حاجه، اي حاجه كذب فيها. اولا ينبغي ان تبنى البيوت على الثقه طبعا. من غير الثقه يا استاذه لمياء مفيش حياه. قابلت خطيبك القديمه؟ لا ما قابلتهاش، وهو قابلها. اي ماشي، بس
هي عرفت منين؟ مثلا اي موقف، اي موقف، انا بديك مثال للمواقف اللي احنا بنسمعها. زي ما بقول لك لابد ان يكون فيه ثقه. لو دخل الشك ما بين الطرفين يعمل كارثه. ما هو انت يا واثقه فيا يا مش واثقه فيا، واثقه فيا تكت المفتاح قفلت خلصت. انت واثقه في كل شيء بالنسبه ليا، وانا واثق فيكي من الارض للسماء السبع العرش الرحمن، والا ما كنتش ارتبطت بيكي. انما بتكلمي مين؟ ايه ده؟ طب رايح فين؟ وابص على موبايلها؟ لا 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 خالص، ولا تجسسوا، ده كده البيوت تخرب. طبعا لا طبعا، ونهى النبي عن ذلك. يا معشر من امن بلسانه ولم يؤمن بقلبه، اللي بيتجسس ده مؤمن باللسان مش مؤمن بالقلب. اللي بيشك لا لا، يا معشر من امن بلسانه ولم يؤمن بقلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم. وما ينفعش الاثنين يعملوا موقف يدخلوا الشك في قلوب بعض. يا فندم اللي بيصنط يوم القيامه ربنا هيصب في ودنه النحاس المذاب. يا ساتر يا رب. اللي حسن. بيتصنط. نعم يا فندم. يعني ايه؟ اقول لسعادتك الزوج جوه مكتبه بيتكلم في التليفون، تيجي حاطه ودنها على الباب. لا انا بس ايه النحاس المذاب؟ عارفه الحد لما يبقى منصهر وزي الميه، عشان هنصبه ونعمله قوالب او خطوط او شيء من هذا. شوفي هو نار كده يتصب في ودن اللي بيتسمع الى حديث قوم وهم له كارهون. ماشي واحد في الشارع بيكلم حد بيتصنط عليه وما يعرفوش اساسا، لا يجوز شرعا، قاعد في العربيه ففاتح كتاب، هو تقريبا اللي قاعد جنبه ده ما فتحش كتاب بقاله 10 سنين. حبكت الثقافه دلوقتي. أيوه. يحط وشه في كتاب الراجل اللي جنبه. يا ابني ما ينفعش. انا مره زمان حصل معايا ده، فيعني بهرج مع الراجل بقى، فقلت له تسمح لي اقلب الصفحه؟ بتحرجه بالذوق. ايوه اعمل ايه؟ ما هو ده وشه في الكتاب. وقرب فعلا. بتفتحي موبايل تلاقي الناس بتبص عليك. هذا لا يجوز شرعا. من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة الرصاص المذاب. يا جماعة ما تتصنطوش على حد. ما انت يا واثق يا مش واثق. ما هو انت يا متأكد يا مش متأكد. اللي بتتصنط على جوزها واللي بتتصور اللي بيتصنط على مراته واللي بيتجسس على ده واللي بيتجسس على ده. واحدة ست تجري على المطبخ عشان تسمع الجيران بيقولوا ايه، تجري على السلم على الباب عشان تشوف اللي بيتكلموا على السلم بيقولوا ايه. ليه؟ ليه؟ ده انسان حشري. صح. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ده من علامات اعراض الله عنه. يا ساتر يا رب. والله من علامة إعراض الله عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعني. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. بتقول يا فندم؟ تركه ما لا يعني. الله ينور على ساعتك. ناخد مدام ابتسام. مدام ابتسام اتفضلي. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير. استأذنك علي صوتك بس شوية. ازي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله. ازيك يا شيخة بيضا؟ شيخ رمضان. شيخ رمضان اتفضلي. محتاجة اسأل الشيخ رمضان سؤال لو سمحت. اتفضلي. انا متجوزة بقالي 20 سنة. وكان حصل مشكلة ما بين اهل جوزي، فاضطريت ان انا اقعد مع والدي شقة ووالدتي. قعدت معاهم بقالي دلوقتي قاعدة معاهم في خدمتهم أكثر من 15 سنة. أنت وجوزك؟ أنا وجوزي وأولادي، معايا ثلاث أولاد دلوقتي، ابني بقى في ليا وبنتي في ثانوي وواحدة في إعدادي. تمام. والدتي توفت من حوالي 4 سنين ونص. الله يرحمه. توفت هي عندها 76 سنة. وأنا اللي كنت قايمة بخدمتهم ومرعاتهم وكنت شايلاهم وخدماهم والحمد لله. اللهم لك الحمد والشكر، توفت على إيدي وهي رد علي. الحمد لله. ثلاث بنات من نفس ولد، انا اخر واحده في حياتي. دلوقتي انا قاعده مع ابويا، طبعا هو راجل مسن وعنده 80 سنه. تمام. بالنسبه له اخت واب وام وزوجه وكل حاجه. كل حاجه بالنسبه له هو انا. لمين؟ لجوزك؟ لا لابويا. تمام. والدي انا بالنسبه له كل شيء. تمام. خدمه وكمراعاه وكل حاجه. كل حاجه بمعنى كل حاجه. تمام. والحمد لله مستوره وجنتي كويسه وولادي ربنا هديهم الحمد والشكر لله. الحمد لله. بس انا من جوايا تعبانه نفسيا. ليه؟ تعبانه من كويسة.
من اخواتك؟ اه من اخواتي ليه؟ الاثنين الدنيا لهم قوي، وكل واحده فيهم بتفكر في حياتها واولادها ومشاكل بيتهم. في واحده في مصر بتيجي لابوها زياره كل 15 يوم، وواحده عندي هنا في البلد بتيجي لابوها كل ما برن عليها بالتليفون وبقول لها تعالي شوف ابوك. الخدمه انا اللي بخدم وكل حاجه اللي انا سايباها، بس انا تعبانه منهم، تعبانه منهم ان هم مش مقدرين تعبي، مش حاسين بيا، ما بيجوش يبقوا منفوسين على ابوهم، كل واحده فيهم بتفكر في مصلحتها ومصلحه بيتها. لا انت زعلانه عشان هم مش مشاركينك وشايلين معاكي، ولا زعلانه ان هم مقصرين في حق ابوهم انهم مش ما بيسالوش عليه؟ زعلانه ان هم مقصرين في حقي وفي حق ابوهم، ان هم مش شايلين معاكي. ايوه في حقنا احنا الاثنين. تمام. وتاني حاجه والدي عنده 80 سنه. يعني وفاقد بصره. بس طبعه شديد عليا قوي يا شيخ عويد. شيخ رمضان. شيخ رمضان طبعه شديد عليا قوي قوي. وبيزعل من اقل حاجه. وعايزني على طول جنبه 24 ساعه. ايوه انت بتكلمي في حد عنده 80 سنه. ايوه بس ولادي لهم حق عليا. طب لهم حق عليا. هل انا مش هتحاسب على عيالي؟ اكيد اللي انا مقصره فيهم. اكيد برضه ولادي محتاجيني في كل موقف، محتاجيني اخرج، محتاجيني اضحك، محتاجيني معاهم. طب انا حقي انا على نفسي برضه. دي الاسئله اللي انا حابه اسالها. تقصير اخواتي ده اول سؤال، فحقهم ليا. وان هم ما بيفكروش الا في مشاكلهم وفي بيوتهم وفي رجالتهم. وتاني حاجه بطبع ابويا انا مستحمله والله، بس كل بني ادم له طاقه، له طاقه وقدره تحمل. وانا واحده بقى عندي 44 سنه ومريضه سكر وضغط عالي. والله العظيم والله العظيم ما بكذب في اي حد. واخواتي دلوقتي سامعيني، منهم اللي في مصر سامعيني وفاتحه البرنامج وسامع وشاهد ربنا وسيم على كل كلمه بقولها. حاضر. تابعينا يا مدام ابتسام. يعني دلوقتي هي بتخدم والدها، كانت هي عايشه معاهم بقى لها 15 سنه، فهي دلوقتي في خدمه الاب، خدمت الام والام توفت ربنا يرحمها. دلوقتي الاب عنده 80 سنه، اكيد الطبع هيبقى مختلف. صحيح. واكيد الذاكره هتبقى مختلفه، واكيد قدره التحمل على حاجات كتير ما بقتش تقريبا موجوده. هي بتقول الاول ان هي مرايا واخده بالها منه، وانه هي بالنسبه له كل حاجه، زعلانه من تقصير اخواتها وانهم مش شايلين معاها وانهم ما بيسالوش على الاب. ده يعتبر اول سؤال. هو انا لما حضرتك ادخل اصلي الظهر تمام، واصلي بالسنن واصلي براحتي، وصليت السنن البعديه وخرجت اشوف مصلحتي، ازعل من اللي ما صلاش؟ فاهم حضرتك؟ طبعا فاهمه، وكنت متاكده ان ده هيكون رايك بالظبط. طبعا انا عيني على غيري ليه؟ انا عيني على نفسي. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. كل واحد فينا بيعمل ويزرع ما سيحصده غدا. صحيح صحيح. بر الوالدين او عقوق الوالدين رواية أنا أكتبها يقرأها لي أولادي. صحيح. ده أنت ربنا اختصك وحطك في مكان المفروض أنك تستغلي كل لحظة وكل ثانية فيه، وما تفكريش أبدا. بالعكس، ده لو هم عايزين يساعدوكي ما تخليهمش يساعدوكي. يعني حاولي على قد ما تقدري تدي قوي قوي قوي، لأنه ده باب خير كبير جدا مفتوح لك. لابد أن نستشعر أن ده نعمة طبعا كبرى وكنز عظيم ربنا مدهوني. طال العمر أو قصر الكنز ده هينتهي ويتفتح لي من طريق تاني. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. مشروع إحسان، مشروع جودة، مشروع إتقان، وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك يعني تحت رعايتك في بيتك، تحت مسؤوليتك، تحت مساعدتك، تحت مساندتك، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. افرح بأن ربنا اختصك بذلك، افرح أن ربنا أعانك على ذلك، تنال رضا ربنا
وبر الأولاد. صحيح صحيح طبعا. طيب نروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم إن شاء الله بعد الفاصل. برحب بحضراتكم مشاهدينا معنا مرة تانية. معنا النهاردة فضيلة الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، وإن شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم. هنجاوب بقية الأسئلة بس ناخد أم زين. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي. ازي حضرتك يا أستاذة لمياء؟ ازيك يا شيخ رمضان؟ الله يسلم سعادتك، أهلا وسهلا. معلش أنا كنت مستنية حضرتك أنت بالذات والله من زمن عشان أسأل حضرتك. أنا كان عليا شهر رمضان من سنتين أو ثلاث سنين تقريبا، كنت مخلفة الأول واتبقى 10 أيام يعني صمتهم، واتبقى 10 أيام من شهر رمضان ورجعت حملت تاني وخلفت في رمضان ده برضو وما صمتش رمضان غصب عني، لأن طبعا حضرتك عارف فترة الرضاعة. لا وكنت لسه والدة يعني حوالي من أسبوع وما صمتش برضو رمضان ده، فالوقت بقى عليا 40 يوم و 38 يوم بالظبط، هل أخرج عليهم ولا أصومهم برضو؟ حاضر حاضر. وسؤال ثاني بس معلش، أنا عندي أولادي ربنا يعني ربنا يبارك لي فيهم، ربنا بيختبرني بيهم يعني الحمد لله على كل حال. فوالدتي حصل يعني بينا كلام وكده، فبتقول لي هي بس والله هي بتقول لي إن ربنا يعني اطلع على قلبي ورزقني بيهم يعني الاثنين تعبانين وكده، وشاف اختي الثانيه يعني وربنا رزقها هم الاولاد سليمة. هم اولادك مالهم؟ تعبانين يعني عيانين؟ فانا قعدت ارد عليها بقى، انا زعلت بصراحه من جوايا فردت على والدتي. هي والدتك عايرتك بيهم؟ هي مش عايرتني، انا ضايقتها بالكلام في الاول. انت ضايقتيها فقالت لك ربنا اداكي عاقبك فيهم عشان انت ضايقتيها بالكلام. يعني كنت بقولها هم من ذا قدرات يا فندم؟ امراض دم. الله يشفيهم يا رب. ربنا يشفيهم يا رب. هم عندهم قد ايه؟ وقالت لي ربنا يلعن البنات اللي زيك او حاجه زي كده يعني. وانا قلت لها برضو انا مش مصالحة اكيد. ردت عليها يعني وكده، فانا زعلانه قوي ان انا ردت عليها. هل كده ربنا يحاسبني جامد؟ حاضر. والدتي طول عمرها مش بتحبني قوي يعني، هي بتحبنا كلنا بس دايما تميز اختي الصغيره عني يعني. دايما انت على خلاف معاها. هي بتقول لي عشان انت صوتك عالي وما بتسمعش كلامي قوي. هو انا من وانا قبل ما اتجوز وانا ما بسمعش الكلام قوي يعني، بس والله انا من جوايا كويسه وبحاول على قد ما اقدر اسمع كلامها واسمع كلام والدي. طيب حاضر حاضر باينة يا أم زين. طب خلينا في الجزئية بتاعت مدام ابتسام، هي دلوقتي بتسأل على موضوع والدها، إن والدها بقى طبعه صعب وإن هي ما بقتش قادرة تتحمل ده وإن عايزة طول الوقت قاعد جنبها، وإن فكرة إنه ولادها ليهم حق هما كمان وإن هي ممكن تكون مقصرة في حق أولادها عشان خاطر تخدمه هو. شوفي حضرتك، هو ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا إن الله عز وجل الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعض ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف وشيء، فالإنسان فينا قوة بين ضعفين، وبداية الخلق ضعف الطفولة، ونهاية الخلق ضعف الكهولة والشيخوخة، وفيهم تقارب بين بعض أقرب، فيلا بينا نتعامل مع كبير السن قوي كأنه ابني. هم بيبقوا فعلا شوفي احنا يعني شوفي وانت صغيره كان بيعمل معاك ايه؟ اعملي ده وانت كبيره معاه، طولوا بالكم عليه يا جماعه. كبار السن ياكلون ولا يهضمون، يرقدون ولا ينامون، يضحكون ولا يفرحون. كبار السن فارقهم قطار الحياه، مات كتير من اللي حواليهم، مات الأب وماتت الأم وماتت الزوجة، مات كثير من الإخوات، مات الكثير من الأصدقاء، فهم تألموا قوي. كبار السن مش عايزين مننا أكتر من الكلمة الطيبة، النظرة الحانية، الابتسامة الرقيقة. كبار السن يا جماعة هم بركة البيت وخير البيت وكنز البيت، خلوه السن طرف الاهتمام. يعني ولادك خلي بالكم من جدكم،
جوزي خلي بالك من خلي بالك من والدي، انت خلي بالك منه، وربنا هيعين، بس مع حسن النية، مع الإحساس انه كنز، مع الإحساس انه نعمة، كل حاجة هتخف، انما مع الإحساس انه ثقل كل حاجة صعبة طبعا. فلازم نحس بده، تمام. دي نقطة مهمة، هو ممكن يكون بيتساب فترة طويلة جدا لوحده، مجرد ان انا قدمت له الاكل ممكن تكون مشغولة، ممكن يكون حاسس بالامان بوجودها جنبه، طبعا ممكن تكون مشغولة، الله يكون في عونها، البيت والعيال وكل حاجة، لكن هو ما يتسابش طول الوقت لوحده، حي حد من الولاد يقعد جنبه، ناكل جنبه، نشرب جنبه، ونقوم نذاكر، حد يذاكر، يعني محتاجين نخلي بالنا منهم. يا جماعه كبار السن النهارده كبار السن، بكره انت هتبقى كبير السن، فخلي بالكم من ده. مفيش مبرر ان انا اجرحه، مفيش مبرر ان انا اوجعه، مفيش مبرر ان انا اؤلمه، طولوا بالكم عليهم، اسمعوا منهم. ممكن والله هو مش محتاج حاجه من حد، والله ابدا، هو لا عيل هم اكل ولا شرب، ده عيل هم ونس، صح، عايل هم حد اذن تسمع منه، يقعد كده يكلمني وهو شاب كان بيعمل ايه، ولما اتجوز والدتك حصل ايه، وهيعيد ويزيد في الكلام، ويعيد يا سلام على قلبي زي العسل، على قلبي زي السكر، وطيبه خاطرهم، والله ربنا هيطيب خاطركم. كنا قبل الفاصل حضرتك بتقول انه نعمه من نعم ربنا سبحانه وتعالى، احنا ساعات ما بنعرفش نستمتع بالنعمه غير لما بتروح مننا، نقعد نقول طب هي ما بنعرفش، ما خلاص ما هي خلصت، مش هنستمتع يا هانم، ما بنعرفش قيمه النعمه الا اذا فقدت، صحيح، ما هو نعم الله خلاص بقى. طبعا نعم الله مجهول وتعرف اذا فقدت، من لم يعرف النعمه بوجدانها عرفها بحرمانها. انا بنصح المتصله بامرين، الامر الاول النظر الى والدها على انه نعمه، النظر إليه على أنه كنز، غير النظرة. النقطة الثانية ما تبصيش على أخواتك، صح، اللي يجي أهلا وسهلا، كل واحد هيتحاسب على نفسه بالضبط، وكل واحد هيجني ثمرة عمله. طيب وزين ال 38 يوم اللي عليها صيام، هل تطلع ولا لازم تصوم؟ شوفي حضرتك، الست لما بتفطر شهر رمضان أو جزءا منه بسبب الحمل أو الولادة أو الرضاع، العلماء اختلفوا فيها. بعض العلماء قالوا بعد ما ربنا سبحانه وتعالى يكتب لها الخير والسلامة وتمام تقدر تصوم اللي عليها تصومهم، خلاص ده رأي من الآراء. رأي تاني وأنا أحب هذا الرأي، قاله عبد الله بن عباس وقاله عبد الله بن عمر، والإمام ابن قدامة في كتابه المغني قال ولا أعلم لهما مخالفا من الصحابة، قال ليس على الحامل والمرضع إذا أفطرط إلا الإطعام. يبقى هي عليها كام؟ 38 يوم تطعم 38 مسكين، 38 يوم تطلع 38 وجبة واحدة. فالإطعام يكفي، ليه؟ لأنه رقم كبير، ممكن تكون بترضع، هيبقى بالضبط، هيبقى فيه سر. فأنا أنصح اعملي 38 وجبة، أو روحي الجمعية بتطعم الناس، طلعي ما يعادل ال 38 وجبة. لو عملت وجبة بسيطة 50 جنيه مثلا، لو ظروفك المادية معقولة 100 جنيه في 38، وتطلعهم لهم مع بعض ولا تقدر تطلعهم وتفرقهم؟ تقدر بالتقسيط، وتقدر تعملهم هي وتطلعهم، وتقدر تطلب من الجمعية، ممكن مرة واحدة، ممكن على دفعات. طيب موضوع بقى انها ردت على والدتها، وانها والدتها قالت لها ان ربنا اطلع اللي في قلبك عشان كده ابتلاكي في اولادك. انا محتاج اقول للاولاد من اول الصغيرين في البيوت لحد اللي اتجوزوا، خلي بالكم من المناكفه مع الاب والام. في بعض الاولاد ممكن تلاقي الام والاب مخلفين ثلاثه، اتنين منهم مريحينهم، حاضر، حتى لو مش هيعمل، حتى لو في بعض الحاجات مش هيعمل، حاضر، عيني، تمام، ويطيب خاطر الام وطيب خاطر الاب، لانه احنا حتى نقول ايه كلمه حاضر بتريح. في بقى اللي لا، وتجادل وتضايق وترد كلمه بكلمه، طب بتقهر الام ليه؟ بتقهر الاب ليه؟ ده حتى لو انت معاك حق، انت انتصارك على ابوك ده انتصار، يعني احساسك مثلا ان انت يعني اذكى من امك، ده اللي هيشرفك؟ لا طبعا ابدا. ولذلك الإمام الشافعي بيقولوا له أيتجادل ويتخاصم الإبن مع أبيه؟ قال ولا مع حذائه. شوف بقى الدرجة. أنت متخيل الجملة؟ والله. ولا مع جزمة أبويا. أتجادل مع جزمة، يا نهار أبيض، ده جزمة أبويا صح.
ده حذاء ابويا صح، ده عصا امي صح، خلص الكلام. على دماغي من فوق اللي تأمري بيه حتى لو هي غلط، حاضر واعمل وربنا هيطيب خاطرها، بعمل ده واعرف ان الدنيا هتلف وهتدور وهتتحط في نفس الموقف بالظبط. فالمتصلة الكريمة احنا بننصحها بايه؟ طيبي خاطر امك وطبطبي عليها وما تجادليهاش وما تعنديهاش وما ترديش عليها الكلمة حتى لو هي غلطانة، ما تاخديش دعاء امك. طب على الجانب الاخر بقى، ايتها الام خليكي رؤية، خلي كلمتك حلوة وخلي نظرتك حنينة وما تدعيش على عيلك وما تدعيش على أولادهم، لأنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا أعينوا أولادكم على البر ومن شاء استخرج العقوق من ولده. الولد بيتقهر لما يلاقي أمه بتعامله معاملة غير معاملة إخواته، تفرق بينهم، تفرق بين العيال، تخبل ده أكل وده لأ، وبيتزرع جواهم إنها بتفضل أخويا أو أختي عني، إنها بتحبهم أكتر مني، ولذلك بتوزع الكره في الأطباق قبل ما تموت. يا ساتر يا رب. طبعا جملة صعبة. اسمعوها مني، أنا راجل صعيدي وعارف، عارف المواضيع دي. الأم اللي تفضل العيال على بعض وما تسويش بينهم وما تعدلش بينهم بتوزع الكراهية بينهم في الأطباق، اسمعوها مني. أعظم ما تتركه لأولادك إنهم يحبوا بعض قبل ما تترك لهم أراضي وبيوت وملايين، اترك لهم اللي يسترهم، لكن أهم من ده اتركهم وهم بيحبوا بعض. صح. طيب نروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم إن شاء الله بعد الفاصل. برحب بحضراتكم مشاهدينا معنا مرة تانية. معنا النهاردة فضيلة الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، فقرتنا فقرة جمعية البر والتقوى المصرية. فضيلة الشيخ، كنا لسه بنقول انه ربنا سبحانه وتعالى بينعم علينا بنعم كتير في حياتنا احنا ما بنلتفتش ليها، ما بنعرفش نستغلها صح، ما بنستمتعش بمتعة العطاء فيها، زي ما احنا بنقول بر الأب والأم وأعمال الخير الكتير جدا اللي ممكن ربنا سبحانه وتعالى يحطهم في طريقنا واحنا نعمل نفسنا مش واخدين بالنا. من أعظم نعم الله عز وجل انه ييسر لي الخير، لانه رب الخير دعانا الى فعل الخير. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. افعل الخير تلاقي الخير، وربنا سبحانه وتعالى جعل لنا الخير بعدد أنفاس البشر، وجعل لنا الخير بعدد نظرات العين، وجعل لنا الخير بعدد كل كلامنا. أبواب الخير لا حصر لها. صحيح. بس المهم أنت بتدور على إيه؟ ما هو النظرة ايه؟ انت شايف ايه بالظبط؟ ما هو انا ممكن ابقى شايف الشيء نقمة وغيري شايفه نعمة. صحيح. ممكن العكس. القصة كده جميلة. تفضل. عالم كبير طلع على المعاش فجاء قاعد في مكتبه وقال كان عاما سيئا، رقم واحد تقاعدت اتحلت على المعاش، رقم اثنين أجريت عملية جراحية، شايف السلب والوحش بس. رقم ثلاثة ابنه عمل حادثة، فجاء كاتب تحت كان عاما سيئا وساب الورقة. زوجته بتنظف المكتب لقيت الورقة فقرأت الورقة، جت قلبة الورقة وجت كاتبة كان عاما جميلا. رقم واحد تقاعد زوجي وأنهى عمله بكفاءة وإتقان وإكرام وتفرغ للكتابة التي يحبها، كان عام جميل. رقم اثنين أجرى عملية جراحية فكان سببا في شفاء كذا وكذا وكذا، شفاه الله من كذا. رقم اثنين. رقم ثلاثة نجى الله ابني من حادث كاد يودي بحياته فكان عاما جميلا. انت شايف ازاي؟ هو ده، هو ده. انت شايف ازاي؟ النظارة اللي انت لابسها وشايف بها الناس لازم تتغير، شايف بها الافعال والتصرفات لازم تتغير. وكل ينفق مما عنده، مش احنا بنقول كل اناء بما فيه ينضح. أيوة. انت ثقافتك ايه؟ انت لانه الشكاك شايف الناس كلها شكاك، شاكك في كل الناس، والكذاب شايف الناس كلها كذاب. بالظبط. اما سيدنا عيسى مر على جماعة سبوه مدحهم شتموه دعا لهم، فبيقولوا له يا نبي الله يسبوك تمدحهم يشتموك تدعي لهم؟ قال كل ينفق مما عنده.
كل إناء بما فيه ينضح. فالخير قدامنا كتير، قدامنا أفعال الخير وجبر خاطر الناس والصدقات وملفات الخير في جمعية البر والتقوى ما شاء الله جدا. تناسب كل ما يريده الناس. ناس حبة المية وسقي الماء، كل ملفات المية بإتقان. ناس حبة إطعام الطعام، موجود ملف ضخم جدا. ناس حبة علاج المرضى، ناس حبة إكرام الأيتام، ناس حبة تزويج اليتيمات، ناس حبة الصدقات في المساجد، ناس حبة الزكوات في المستشفيات، ناس حبة الزرع وعمران الأرض. ما شاء الله أعمال الخير، ملفات كبيرة جدا، ملفات ضخمة جدا وقوية جدا ومنظمة جدا، لأنه جمعية البر والتقوى جمعية منظمة وجمعية لديها كفاءة وخبرة سنين طويلة في التعامل مع أسيادنا الفقراء. شعار عظيم، إحنا معاك وإحنا خدمين لكم، ومن أقصاها لأقصاها ما تركوا مكان إلا ولهم فيه بصمة من الخير. صحيح. ويشوف المكان محتاج إيه ويعمل ما يحتاجه، وده مهم جدا. أيوة بالظبط، فكرة احتياجات الناس إيه، إحنا بنطلع اللي الناس محتاجاه مش اللي على مزاجنا. لاحظت حاجتين حلوين قوي في الجمعية، الاستثمار والواجب. الاستثمار هو بيجمع الزكوات، وده وعاء زكوات يعيد استثمار الزكوات، يعني يجمع مبلغ ضخم جدا فيعمل حاجة كبيرة قوي، يعمل مستشفى ضخمة عملاقة فندقية. يجمع أموال الصدقات يستثمر بها، يبني مساجد، يعمل مزارع إلى آخره. فكل حاجة ليها تجميعة ويقدر يعمل بها، لأنه جنيه على جنيه يعمل رقم كبير جدا طبعا. رملة على رملة يعمل جبل، قطرة على قطرة سيول. النقطة الثانية، واجب الزمان والمكان والأحوال، احتياجات الناس وحالهم عامل ازاي. هو راي أقصاها فعارف ان احتياجهم كذا، لا هنا الاحتياج كذا، هنا الاحتياج كذا، فبيعمل الحاجة التي تنفع أسيادنا الفقراء. واحنا داخلين على أيام مباركة، وبنقول احنا بنستغل الفرص وبندور كده على الوقت اللي ربنا سبحانه وتعالى يضاعف فيه الحسنات، ونجري نبقى عايزين نزود في رصيد حسناتنا الفترة اللي جاية والأيام اللي جاية. ايه المطلوب مننا؟ بص حضرتك، يلا نجيب من فوق كده. احنا في الاشهر الحرم، والاشهر الحرم اربعة، ذو القعدة، ذو الحجة، المحرم، ثلاثة واربعة، واحد لوحده رجب. تمام. الاشهر الحرم اشهر الاعمال الصالحة والتنافس في الخيرات. قال الله عز وجل ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض، منها اربعة حرم ذلك الدين القيم. الاربعة الحرم دول اشهر عظيمة جدا، اشهر فعل الخيرات، أشهر التنافس في الصدقات، أشهر التنافس في جبر الخاطر. من الأشهر دي شهر ذو الحجة، داخلين على العشر الأوائل من ذي الحجة. أعظم أعمال الصدقات والزكوات وجبر خاطر الناس وإطعام الطعام والصيام والصلوات وتلاوة القرآن، تبرعات العطية ومساعدة الغير، أعظم من الجهاد في سبيل الله. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن خير وأحب إلى الله من هذه العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فاحنا داخلين على أيام، أعظم أيام تتناسب مع الأعمال، مع العمل الصالح، ويضاعف الله فيها الأجر والثواب. نروح نشوف تقرير خاص بجمعية البر والطاقة ونرجع لحضراتكم مرة تانية. اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، من أجمل دعاء البني آدم ممكن يدعيه، ويا بخت كل حد بيشيل طوبة ولا بيساعد بأي حاجة ولا حتى يحط مسمار في حاجة فيها عمل خير وياخد عليه أجر وثواب. هو ما أجمل إن الإنسان فينا يبقى طاقة نور لنفسه وللي حواليه. لا أريدك شمعة تحترق لتضيء للآخرين، أنا أريدك شمس منورة في ذاتها ومنورة اللي حواليها. ما تبقى الشمعة مش منهج، إنما المنهج زي اللمبة منورة في ذاتها وتنور اللي حواليها، زي الشمس منورة في نفسها وتنور اللي حواليها. كن طاقة نور تدل الناس على كل نافع دين ودنيا. فعشان كده تبقى ربنا استخدمك، استخدمك لنصر دينك، استخدمك لنفع دنياك. لأنك لو ما عملتش كده ربنا سبحانه وتعالى غني عن عملك طبعا. يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله. العايش في الدنيا ما بيساعدش حد وما بيعملش عمل خير عايش بلا حياة. بالظبط، والله هو الغني والحميد،
يقول الله عز وجل: ها أنتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فأنت لو توليت أنت الخسران، فكن طاقة نور. أنا مش عايزك تعمل خير بس، لا، أنا عايزك تعمل خير وتدعو الناس إلى الخير وتعلم الناس للخير. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. ليه؟ لأن أنتم أمة الخير، كنتم خير أمة أخرجت للناس، فأمة الخير تفعل الخير وتعلم الناس الخير. عندها رب الخير يخلي كل خلقه يصلون عليك. ده حديث عجيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة والسلام، إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها والحوت في بحره ليصلون على معلم الناس الخير. يعني ربنا والملائكة وأهل السماوات كلهم وأهل الأرض كلهم، حتى الحشرات حتى الأسماك في البحار بيعظمون ويدعون الله عز وجل للبني آدم، للبني آدم اللي بي مش اللي بيعلم بس، اللي بيعلم يا فندم. يعني بتبقاش لوحدك، يعني حتى لو انت غير قادر دل على، حتى لو قادر، انا رايح اصلي الجمعة خد حد معك، انا رايح اتصدق وهتصدق مبلغ كبير جدا، علم غيرك يتصدق زيك، قول له انا تعاملت مع جمعية البر والتقوى لقيتها امينة وكفاءة ومنضبطة وقمة في الدقة، تعال نعمل معاهم. فانت اعمل الخير وعلم الناس الخير، الدال على الخير له مثل اجر فاعله. ده ذكاء في التعامل مع طبعا ربنا طبعا. انك ممكن تبقى نايم ما بتعملش حاجه وغيرك عمل، لما انت علمته فاخذت مثل اجره دون ان ينقص. يعني هتعمل وصله ميه خد حد معاك نعم. فيبقوا وصلتين بدل وصله واحده نعم. الاضحيه نعم. وسق الأضحية التابع لجمعية البر والتقوى المصرية، ويمكن هم بيبدأوا من قبل العيد بفترة طويلة جدا تجهيزات. الأضحية اسمها أضحية ليه؟ لأمرين. الأمر الأول لأنها تذبح ضحوة، يعني في وقت الضحى أيوه. من بعد الساعة كده إيه سبعة وربع كده سبعة ونص، ده اسمه وقت الضحى، تمانية تسعة، فعشان كده اسمها أضحية. وجاي أيضا من التضحية لأنني أضحي بها لله رب العالمين، ولذلك قال الله عز وجل: فصلي لربك يوم العيد وانحر، يعني الأضحية. قال الله عز وجل: لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. في ناس ما شاء الله ربنا رزقها وعندها الفلوس وعايزة تضحي، بس لا عندها الوقت ولا الجهد ولا اللي يساعدها، وما تعرفش ان هي تقف وتعمل كل الاعمال دي بالظبط على الذبح والتجهيزات أيوة. والتوصيل، وممكن ما تكونش تعرف الناس اللي تستحق هذه الذبح. صحيح، وده كتير قوي. فتاتي الجمعيه تعينك على ده، تساعدك وانت في مكانك، هتدي له مبلغ سك الاضحيه، بتقوم الجمعيه بتربيه الاضحيه من البقر او من الغنم او من الجاموس او من الجمال، ثم تقوم في بذبحها في التوقيت المناسب الشرعي، ثم تقوم بتوزيعها على المستحقين، ولك الاجر كاملا. كمان هم مغلفين اللحوم بشكل يعني محترم جدا، عشان لما يروح لاسيادنا الفقراء احنا ممكن احنا يبقى صعب علينا ان احنا نعمل كده. بالظبط، لانه مجهود ووقت برضه طويل. هي جمعيه البر والتقوى عندها مزارع بتربي فيها الانعام، تربي فيها الابقار وتربي فيها الاغنام، وفي الوقت المناسب تذبح، لك الاجر كاملا. ولما بتذبح تذبح بطريقه شرعيه وبطريقه مناسبه، لانه من ضمن الاشياء التي نعاني منها ذبح الناس في الشوارع، يعني ذبح ان يذبح الانسان في الشارع وانه يلوث الشارع ويسيء الى الناس، ده هذا لا يجوز شرعا، ده لا يجوز اطلاقا، ده حرام ايذاء الناس. لابد عندما يذبح الانسان يذبح في المكان، مكان مختص بده، مش في اي مكان. الجمعيه مخصصه اماكن وتذبح وتنظم المساله وتوصل الى مستحقها، ولك الاجر كاملا. لان صك الاضحيه
نوع وكالة، كأن الإنسان بيوكل الجمعية في أن تسبح عنه وتوصل الفقراء، وهذا جائز شرعا ولك الأجر كاملا. وربنا يبارك فيك، ربنا نورتين يا فضيلة الشيخ. بشكر حضرتك، بشكر حضراتكم مشاهدينا، ولو عشت وكان لي عمر أشوف حضراتكم بكرة على خير إن شاء الله. سلام عليكم.